مرحبا بيكم. اليوم في كويزين عفاف باش نعمل لكم الهريسه المفوره. الهريسه هذه خذيت فلفل فيه ثمره باهيه، مش ناخذوا اذا نحيلوا القاموره ونحي شويه زريعه مش نعاون، باش نحي القاموره نحي الزريعه هذه مش تجينيش الهريسه بالزريعه، ومش نحطها نفورها لمدة ما بين 4 دراج نص ساعة، باش نواصل الخدمة بالطريقة هذه، وبعدها نخليها تفور ما بين 4 دراج. هنا نظفته، مش بعد كالي ما نقعدش، مش بعد كالي نرحيه مباشرة، نعصر فيه ثمرة باهية مش يعطيني الهريسة، ونواصل بالطريقة هذه نحي الزريعة وبعد كالي نقعد نفوره 4 دراج نص ساعة. باه فورته، باش تعرفوا الطاب كي تنزل عليه تلقاه طري. ها نغزر ها كي تقشر وهكا يتقشر هذا، ها حتى لوين يطرى تراو هذاك. بديت نرحي فيه، نحطه في رحاية طماطم، باش نحطه في رحاية طماطم نرحيه، باش نوريكم كيفاش نرحيه. نحط نرحيه يهبط هو، علاش؟ باش تتنحى القشور وتهبط الثمره. هذاك علاش قلت لهم يلزم الفلفل يكون فيه الثمره، تتنحى القشره تقعد الفوق، هذه القشره تقعد الفوق وتهبط الثمره. اللوطه باش نوريها لكم، نحس حتى لوين ولات قشور ما عادش فيها ثمرة، نحي هذاك كله ونحط قرون اخرين حتى لوين نكمل الخدمة كلها. نعم نوريكم اش يهبط، يعني ولات الهريسة هذه ثمرة الفلفل. نقعد حتى لوين نكمل هذا ونحطها في الكسكاس، ونحط تحته صحن ونبيتها تستقطر، خليها للكامل تستقدر، ومن غد نفوحها ونحطها في دبابس نوريها لكم من بعد. بعد ما رحيته حطيته في الطنجرة هذه في الكسكاس وخليته يستقطر للكاملة، أغزر الماء اللي هبط. بعد هذي من غد كان عشنا اليوم خذيته فوحته وزنته، يعني عملت بزايد خاطر 4 كيلو، الكيلو نحطه له مغرفة كروية ومغرفة ملح 3 سنين نون ثوم، يعني عاملة كونتيتي أكثر. وزيد خذيت من الصيدليه دواء يحفظ اسيد يتسمى، مكتوب عليه اسيد ساليسيليك، ولا تمشي للفارماسي تقول لهم، واللي يحب باش يحط الدواء يستعمل كونتيتي صغيره يعمل كل مره شويه. وهذا مش نخلطه، حطيت الثوم يا ما تفوروه معاه ولا تصمتوا، والملح والكروية. الملح حطيت وبعدها يقعد على الذوقان هذاك كي تذوقوا. بالنسبة لهذه تنجم تاكلها طبيعية، تنجم تاكلها تحطها في بانيني، تعمل بها لي ساندويتشات، تعمل بها العجة، وتقعد مأكولات متنوعة وتبدأ حاضرة نحتفظ بها في الثلاجة. طبعا مش نواصل الخليط، خلطها نمزج كل المكونات الثوم والكروية. فما اللي يحط التابل، انا يعني ما حطيتش التابل، حط كروية وملح وشوية ثوم وكهو. هكا نكونوا خدمتنا كملت، بعدها مش نعبيهم في الدبابس.